بعض المدرسين يدرس العلوم في عمر البلدان يصوروا ضربات الأرباح في الدجاج والبعير. لا تصميم يجوز، تصميم يجوز، لا الاصطهار ولا الإطلاق. لا واحد أبدا. صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وتوعد المصورين بالنار وأمر أن يسد الناس على يوم القيامة، فلا يجوز التصوير لا من الطلبة ولا غير الطلبة. الله يستر العافية.